النهارده المحاضره الرابعه مع الدكتوره بشار الغانم، استاذ مساعد بقسم القانون الدولي جامعه الكويت دوله الكويت. اتفضلي يا دكتور. دكتوره بشاير، إيه نعم، معكم. اهلا وسهلا. السلام عليكم، أشكركم على هذا المؤتمر وإقامة هذا المؤتمر اللي يسعدني أن أتحدث مع المجموعة الطيبة، واستفدت كثيرا من الكلام اللي تفضلوا فيه. ودي الحين أشارككم البرزنتيشن، بس أسوي لكم شير. نعم، راح أبتدي في نقطة فيها نوع من الجمود الذي يختلف عن المرونة اللي تفضل فيها زملائي في الحديث. ولعل أي ابتكار أو دعوة للابتكار من ناحية نفسية أو من ناحية اقتصادية أو من قبل القطاع التعليمي، لابد من وجود أطر قانونية مهمة لحماية هذا الابتكار. وهذا الابتكار أيا كان في أي مجال من المجالات لا تطلع، وإلى جانب ذلك في مخاوف. هذا التطلع هو رغبتنا في إيجاد مجتمع يفكر تفكير ابتكاري وإبداعي، مثل ما تفضلت الدكتورة لانا في حديثها، في غرس هذه القيم في القطاع التعليمي من مراحل مبتدئة في التعليم. وأيضا تعتبر من أهم التطلعات لأي مبتكر أو مبدع، لأنه يريد كشغف لديه في إضافة اختراعات وإبداعات تفيد المجتمع. في المقابل هذا الابتكار له العديد من المخاوف. أول هذه المخاوف عدم وجود بنية تشريعية تتلائم مع هذا الابتكار. قد تكون في دول متقدمة في تشريعاتها، وتكون في دول ما راح أختار كلمة متأخرة، لكن أعتبر أن قوانينها تكون تقليدية في احتواء الابتكار. أيضا من مخاوف الابتكار هو مدى توفر رؤوس الأموال الكافية لإخراج هذا الابتكار من إطار حمايته، اللي قد يكون براءة اختراع أو تم حمايته بحق المؤلف أو العلامات التجارية، لكن يحتاج رؤوس أموال لإيجاد هذا الابتكار على أرض الواقع، مثل ما تفضلت أستاذتنا الكريمة أستاذة ثريا في الاختراعات في القطاع التعليمي، أن إما يشجع المبتكر على الاتفاق مع شركات قائمة أو إنشاء شركات مستقلة. وإحنا اليوم نعيش في عالم المعرفة وعالم المعلوماتية، والتعليم والتكنولوجيا لهم تزاوج مهم، وأغلب الاختراعات اللي متوفرة على أرض الواقع هي نتيجة أبحاث وفرق بحثية، يعني في عنصر من التعاون. لا أعني في كلامي أن العمل الفردي مهدور، لا، العمل الفردي لا احترامه ولا حمايته في إطار القانون. لكن كلامي هذا أستشهد فيه في أحد التقارير الدولية. هذه التقارير الدولية بينت أن في بداية الألفينيات كانت الأوراق العلمية وصلت إلى 64% بمقابل البراءات الاختراع اللي تم تسجيلها 54%، وفي منتصف الألفينيات زادت هذه النسبة، فصار الأوراق العلمية 80% وقفز عدد البراءات الاختراع إلى 70%. فهذا يدل أن العمل التعاوني والشراكة له جانب مهم في دفع عجلة هذا الابتكار. وأيضا نشرت على موقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي ترتيب لدول مجلس التعاون في مسألة البحث والتطوير، ويقيس
هذا الترتيب مسألة مهمة تتعلق في حماية الملكية الفكرية، واستشف من هذا الترتيب أنه هو قوانين الملكية الفكرية تعتبر المجال الطبيعي لحماية هذا الابتكار. أيضاً على نفس الموقع تم نشر إحصائية أخرى تبين ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر الابتكار العالمي سنة 2000، وهذا المؤشر له أهمية كبيرة لأن هذه الدول مجلس التعاون الخليجي لها منافسة أيضاً مع دول العالم، وهذا المؤشر مهم لأنه يختبر مدى تطور الدول في مجال الاقتصاد في مدى احتوائهم للابتكار. يعني أنا عندي مصنع سيارات على سبيل المثال، مدى تطبيقي واحتوائي للابتكار لتغيير هذه السيارات من جانبها التقليدي إلى جانب تكنولوجي. وهذا المؤشر يقوم على مبدئين أساسيين: مبدأ المؤشر مدخلات الابتكار، يعني وجود مؤسسات في الدولة، وجود بيئة قانونية، وجود تطور للأعمال في هذه الدولة، وجود سوق يحتوي هذا الابتكار. وأيضا يقيس هذا المؤشر جانب آخر وهو مخرجات الابتكار، بكونها هذه المخرجات قد تكون مخرجات تعليمية، كتب أو لوحات، أو قد تكون مخرجات تكنولوجية مثل الهاتف والتليفونات، مثل ما تفضلت الدكتورة لانا إن عن تطلعنا للمستقبل بعد كورونا، ما هو الشكل لهذا التليفون. فإحنا لما نتكلم عن هذا الابتكار لابد من وجود الحجر الأساسي لهذا الابتكار في حماية قانونية في قوانين الملكية الفكرية. فأنا راح أتكلم عن مجال هذا الابتكار وحمايته في ظل قانون حق المؤلف، وأيضا في العلامات التجارية، وأخيرا في براءات الاختراع. أنا لما أذكر بس كلمة حق المؤلف، سلسلة من الأمثلة الحين أكيد طرت على بالكم: كتب، قصائد، برامج الكمبيوتر، التطبيقات اللي تعتبر صورة من صور برامج الكمبيوتر، اللوحات الفنية، الصور، كلها تعتبر من المصنفات التي يحميها حق المؤلف. هذه المصنفات يجب أن يكون للمؤلف فيها طابع شخصي أو إبداعي كي يحمي هذا القانون. وفي نقطة يغفل عنها الكثر من المؤلفين، وهي أن يتبادر لذهنهم أن درجة الابتكار يجب أن تكون ذات جدارة عالية، لكن لا، عكس ذلك، ما لها مقياس معين، وإنما فقط الطابع الشخصي لهذا المؤلف. وراح استعين في حكم قضائي لقضية أشغلت الجانب الأوروبي، إن في طفلة تم اختطافها من أمام مدرستها وهي عمرها 10 سنوات. فالشرطة في المنطقة عشان يبحثون عن هذه الطفلة لابد من وجود صور لهذه الطفلة عشان يقربون هذه الصورة من الأطفال اللي يلقونهم في الشارع. بعد 10 سنوات من اختطاف هذه الطفلة، استطاعت هذه الطفلة من الهرب من الخاطف. فلما هربت ونشر هذا الخبر على وسائل الإعلام المختلفة، إحدى الجرائد قامت بالآتي: راحت جابت الصورة اللي في حوزة الشرطة، وقامت في استخدام هذه الصورة في إحدى برامج المعالجة الإلكترونية لتقريب صورة هذه الطفلة بعد 10 سنوات. فهذه الجريدة
لما انشرت الصورة اللي هي الصورة اللي قبل 10 سنوات والصورة المعالجة اللي صورتها اللي ممكن أن تكون عليه، المصورة لهذه الصورة شافت الصورة في الجريدة، راحت رفعت دعوى أمام المحكمة على أساس أن صورتها الأساسية اللي صورتها هذه الطفلة لم يذكر في الجريدة أنها هي مصورة الصورة، يعني لم يحترم حقها في الصورة بذكر اسمها بكونها المصورة. وأيضا لما عولجت هذه الصورة إلكترونيا بالتعديل، لم يتم أخذ إذن من قبل هذه المصورة لتعديل هذه الصورة، فصار في انتهاك لحقها في حق المؤلف في الصورة. فالجريدة عند حضورها أمام المحكمة دفعت بعدم أهمية الصورة، وأن الصورة غير محمية في قانون حق المؤلف. يعني أقرب لكم التوجه، يعني أنا الحين لو بروح أصور في الصورة للجواز، راح أروح أوقف وراح يحط المصور وراي الخلفية الزرقاء. فهذه كانت طبيعة الصورة اللي أمام المحكمة. على هذا الأساس الجريدة دفعت وقالت إن الصورة ما لها أي حماية بناء على حق المؤلف، لأنها صورة عادية، صورة شخصية، لماذا تحمى بحق المؤلف؟ المحكمة انتصرت لصف من المصورين وحق المؤلف، وقالت وإن كانت هي صورة شخصية إلا أن هذا المصور قام بإسباق طابع الشخص في هذه الصورة باختياره للباك جراوند وهي الخلفية، العدسة، الزاوية اللي يلتقط فيها هذه الصورة، وبعد التقاط الصورة من المؤكد أنه استخدم برامج معينة لتحديد حجم الصورة وأيضا الأبعاد، فيكون قد أسبق هذا الطابع الشخصي في الصورة، فتحمى هذه الصورة، وما قامت به هذه الجريدة يعتبر انتهاك لحق المؤلف. فيعني هذا الحكم يعني يبين لنا أن لا درجة عليا ولا أدنى لحق المؤلف، وإنما ما هو الطابع الشخصي للمؤلف فيما قام به من مصنف. أيضا حدود الابتكار لا تقف بكوني أنا مؤلف فرد، يعني شخص، وإنما حدود الابتكار تكون أيضا في مجال المصنفات التي تبتكر من قبل عدة أشخاص وتسمى بالمصنفات المشتركة، يعني لو أقوم بكتابة بحث أو كتاب مع زميل، هذا الكتاب باشتراكنا معا يكون مصنف مشترك، مع العلم أن القانون يبين أن في هذه المصنفات المشتركة ستكون حمايتنا مشتركة، ولا يجوز لأي طرف منا أن يتعامل بهذا المصنف بشكل منفصل. وأيضا هناك مصنفات جماعية يكون فيها أيضا الحماية القانونية، وهي مثل شركة جوجل أو أوراكل أو أبل، يكون عندهم تطبيقات إلكترونية يستعينون فيها على سبيل المثال بمطورين تكنولوجيا، وهذا المطور التكنولوجي لهذا التطبيق في الشركة يقوم بإعداد هذا التطبيق بإشراف من شركة أبل أو بإشراف من شركة جوجل. هنا هذا المصنف وإن كان مبتكرا من هذا المطور، إلا أن هذا المصنف سيكون ملكيته للشركة بكونها هي المشرفة على العمل وليس المبتكر بنفسه. فلهذا السبب سيكون مسمى المصنف الجماعي. طبعا هذا الابتكار وإن وجدت له الحماية، إلا أن هذا الابتكار يؤرق المبتكر وهو المؤلف من عدة جوانب. أولها أن سوق النسخ مفتوح، وهذا النسخ بحد ذاته هو الذي يكون عثرة
أمام المبتكر نحو التقدم في مؤلفاته، وهذا الذي نشاهده في الوقت الحالي في الكتب والبرامج، لكن له طرق قانونية في وقف هذا النسخ. وأستعين في هذه الحالة في قضية صارت في بداية الألفينيات. شركة جوجل طلعت لنا محرك جوجل بوكس اللي هي الكتب عن طريق جوجل، فكانت تتيح للأشخاص إذا أنا أبي كتاب، هذا الكتاب بصفحاته موجودة على جوجل. فلأن جوجل يعتبر محرك بحثي متاح حول العالم، فكان في كتب موجودة لمؤلفين فرنسيين على جوجل. فأحد المؤلفين انتبه أن كتابه موجود، فالناس مو قاعد تروح تشتري الكتاب، وإنما تنزله من جوجل عن طريق جوجل بوك. فرفع هذا المؤلف دعوة قضائية ضد شركة جوجل إن أنت انتهكتي حقي، وهو حق المؤلف في نشرة وأيضا في تحصيلي المالي، فعلى أي أساس قمت بنسخه ووضعه على شبكة الإنترنت؟ فتم وقف جوجل بوك من فرنسا إلى أن تعيد جوجل ترتيباتها بما يتوافق مع قانون حق المؤلف. فبعد هذا الحكم جوجل قامت في إبرام عقود مع المؤلفين إن إذا كنت تريد نشر كتابك إلكتروني فلك طريقة معينة في رفع هذا الكتاب. أيضا الابتكار وإن شجعناه على أرض الواقع إلا أن له قيود، وتعتبر من أحد الأمور التي تكون خطوط حمراء أمام المؤلف، وهي أن هذا الابتكار يجب أن لا يمس الأمور الدينية ولا الحريات الآخرين ولا يثير الطابع الجرمي، يعني ما يشجع على ارتكاب الجرائم، وأيضا لا يبث روح العداوة، يعني إذا أنا كنت فنان ما أحاول أني أرسم رسومات معينة ضد تمييز عنصري على سبيل المثال، أو جنس ضد آخر، هذه كلها تعتبر نوع من أنواع روح العداوة. هذا الابتكار لا يقف أمام الصورة التقليدية اللي هي الكتب، وإنما هذا الابتكار وصل إلى مرحلة من التقدم، وأصبح هذا الابتكار متاح على شبكة الإنترنت، وأصحاب هذه المصنفات زاد عندهم مستوى القلق في استمرار حمايتهم وتتبعهم لمصنفاتهم. فظهر عندنا سنة 1996 اتفاقية دولية معنية في حماية المصنفات على شبكة الإنترنت، وهذه الاتفاقية ألزمت الدول أن تضيف في قوانينها ما يسمى بالتدابير التكنولوجية لحماية المصنفات على الإنترنت. وقانون حماية المؤلف الكويتي اللي صدر في 2019 بيّن لي حدود هذه الحماية. هذه التدابير التكنولوجية ما هو هدفها؟ هدفها هو وسيلة لحماية هذه المصنفات من أي تحايل قد يقوم به الغير فيؤثر على مصنفاتك. أعطيكم مثال، لو الحين أنت تبي تقرأ كتاب على جوجل بوك، راح تلقى مقتطف من صفحة أو صفحتين، لكن إذا تبي تكمل لازم تشتري الكتاب، وإذا بتشتري الكتاب لازم تحط يوزر نيم وباسورد، بعدين تشتري الكتاب وتدفع عليه مبلغ معين، قد يكون 10 دولار 5 دولار على حسب قيمة الكتاب. هذه الطريقة تسمى بنوع أو صورة أولية لصور التدبير التكنولوجي، وهو السيطرة على الوصول لهذا المصنف، يعني كي أقرأ هذا الكتاب يجب أن أدفع قيمته، ودخولي لهذا الكتاب في كل مرة يجب أن يكون دخول عن طريق يوزر نيم وباسورد. أيضا أغلبنا الحين يشوف مسلسلات وأفلام على نتفليكس، كي يحق لي
الدخول لنتفليكس لازم أسوي اشتراك وأدفع مبلغ شهري، هذا أيضا يعتبر نوع من أنواع التدابير التكنولوجية، بأنه يضمن للمؤلف اللي هو صاحب المسلسل أنه هو يأخذ عوائد مالية، وأيضا أنه لا يتم تناولها. وأيضا الصورة الثانية وهي صورة التدبير الحمائي لاستعمال المصنفات. وأقربها لكم في صورة إن إحنا الحين لو بنروح أي محل وبنشتري سي دي لأنتي فايروس للكمبيوتر، راح نلقى على غلاف هذا الكرتونة أو علبة الأنتي فايروس إنه هو فقط يجوز تحميله أو تنزيله على كمبيوترين، فمعناته أنا لو بنزله على كمبيوتر ثالث ما يجوز. ما سبب ذلك؟ هو التدبير التكنولوجي الذي تم وضعه داخل هذا القرص اللي فقط يسمح بتنزيله على برنامجين. طبعا أمامكم مجموعة من الأعمال التي من شأنها أن تخرق التدابير التكنولوجية، فإذا تم خرق هذه التدابير التكنولوجية فإن في عقوبة الحبس والغرامة. أيضا عندنا تدابير أو ما يسمى الابتكار في قانون العلامات التجارية، ويكون هذا الابتكار في قانون العلامات التجارية من خلال شرط التميز الذي بينه قانون العلامات التجارية حول العالم. وأي قانون حول العالم كي يحمي علامتك التجارية يجب أن يكون في صورة مبتكرة لعلامتك، أن يكون لهذه العلامة صفة مميزة كي تتميز في سوق هذه المنتجات والخدمات المتاح ولا حدود له. فكيف أحدد صفة هذا التميز في هذه العلامات التجارية؟ أولاً، قد تكون هذه العلامة التجارية لا معنى لها، يعني لو أفتح قاموس اللغة العربية أو قاموس اللغة الإنجليزية أو أي قاموس من قوانين الدول لا أجد لهذه الكلمة معنى. وأعطيكم مثال على ذلك، عندنا في دولة الكويت مشروع تجاري متخصص في بيع سندويشات البيض، فأعطى لنفسه علامة تجارية وهي excellent، يعني إيج في بداية أول 3 كلمات، بعدين بقية لما تقراها في نفس وحي ونفس الرتم لكلمة excellent اللي هي ممتاز. فالكلمتين دمجهم مع بعض بشكل فني أعطى تميز لهذه الكلمة. لو بفتح المعجم اللغة الإنجليزية لن أجد معنى لها. فهذا نوع من أنواع صور التميز. أيضا قد يكون الابتكار لخصوصية التميز في العلامة التجارية هو أن علامة اسم موجود ومعروف ويتداول، لكن يتم استخدامه في غير محله، وهو مثال قريب لنا كلمة أبل اللي هي تفاحة، تم استخدام كلمة أبل وين؟ على أجهزة إلكترونية. ما هو الصلة ما بين أبل و التفاحة ككون علامة تجارية؟ لا صلة بينهما، وإنما هي فاكهة كزاد وطعام، لكن نستطيع استخدامها. أيضا كمثال آخر، في شركة معروفة في قطاع الاتصالات اسمها أورنج، تستخدم كلمة أورنج كعلامة تجارية لخدماتها التكنولوجية وهي التليفونات وخطوط الهاتف، لكن هي أورنج برتقالة فاكهة، لكن تم استخدامها وين؟ في قطاع الاتصالات. يمكن ما أدري، يمكن داهمني الوقت فأحاول إني أسرع في أيضا الشرح. في مسألة تتعلق في كيفية تقدير هذا التميز ووجود هذه العلامة في سوق العلامات التجارية، وكوني رائد أعمال أن أبقي هذه العلامة في صامدة بالتنافس مع العلامات الأخرى. قد يكون هذا الأمر مبني على
أن العلامة كل متكامل بما تحتوي لها تميز، مثل كلمة excellent، يعني لا أستطيع أن أجزئها، لازم أقرأها كل متكامل كي تعطيني هذا النسق في اللفظ والصورة فتركز في بالي. أو في مجال آخر أنظر إلى المستهلك، كيف يرى علامتي؟ هل فيها تميز بكون إن ما تلتبس علامتي مع أي علامة لأي منتج أو خدمة أخرى موجودة في السوق؟ هذا معيار آخر. وقد يكون المعيار الآخر هو معيار مكاني وزماني، وما قد يكون علامة تجارية متميزة في وقت ما قد تكون غير ذلك في وقت آخر، وهو مثال حي يتعلق في الوضع اللي احنا نعيشه وهو مسألة كورونا فيروس. أول ما ظهرت وشاع خبر الفيروس، إحدى الشركات في إحدى الدول تأثرت مبيعاتها بشكل كبير، والسبب في ذلك أن عندها مشروب كحولي يباع في الدول الغربية اسمه كورونا، وهذا المشروب مطلوب على مستوى الدول الأوروبية والأمريكية. فبعد ما تم إعلان أن في حالة فيروس حول العالم واسمه كورونا فيروس، الشركة مبيعاتها هبطت إلى القاع، وسبب في ذلك أن لا شخص يرغب في شرب شراب مكتوب عليه كورونا، لأن صار في ارتباط أن كورونا قد تكون جزء كفيروس من ضمن هذا المشروب وينتقل من خلاله، أو أي ارتباط نفسي أو يكون سبب ما بين دافع للأشخاص بعدم الرغبة في شراء هذا المشروب. فتأثرت الشركة فصار من اسم لا رواجة وعلامة لها سوقها ووجودها إلى علامة لا قيمة لها، علامة يجب أن تبني نفسها من يد ويديد، وتغير العلامة وتبث روح الثقة لمستهلكينها، وهذا قد يستغرق وقت طويل للشركة. فهذا أيضا عامل مهم عند اختيار أي علامة تجارية. أيضا في مسألة أحدثتها وفرزتها التكنولوجيا، وهي مدى استخدام العلامة التجارية كعنوان إلكتروني لموقع إلكتروني، اللي هي مثلاً www.bashair.com. قد تكون بشاير هي علامة تجارية لمنتج ما. الحين صار في تخوف أن أنا علامتي لها وجودها ولها سمعتها، لكن لما أي أبي أستخدم هذا الاسم كعلامة تجارية كاسم موقع إلكتروني لا أستطيع الوصول لذلك. لماذا؟ لأن الصعوبة اللي موجودة إن أنا لو بقدم طلب لحماية علامة تجارية بقدم استمارة، والدولة بتشوف إن هل في تسجيل لهذه العلامة في سجل العلامات في نفس الخدمة أو نفس السلع ولا لا. إذا ما في بنفس الخدمة ولا نفس السلعة راح تسجلها لي على خدمات أو سلع أخرى، لكن في الموقع الإلكتروني أنا أقدم طلب للجهة والجهة بس تسوي سيرج تلقى إن ما في بشاير.com أو بشاير كموقع إلكتروني مسجل، فتعطي بشاير لمقدمة الطلب اللي قد تكون بشاير في الفلبين ولا بشاير في الهند. فالحين شو أسوي؟ أنا الحين محتاج في ظل الحين كورونا وكل الأعمال انتقلت إلى مواقع إلكترونية، أنا محتاج إن علامتي كذلك توجد في الإنترنت ومواقع إلكترونية. اللي صار إن هذا الأمر أظهر لنا مشاكل، إن قد تكون علامة تجارية مطابقة أو اعتذر موقع إلكتروني مطابق لعلامة تجارية، أو موقع إلكتروني مشابه لعلامة تجارية، أو تكون أمام مشكلة أن موقع إلكتروني ينشأ إما مطابق أو مشابه لعلامة تجارية ويحاول الحط من كرامة ومكانة
علامة تجارية. فهذه من المشاكل اللي تحصل على أرض الواقع. وأخيراً لأن داهمنا الوقت، راح أتكلم عن مفهوم الابتكار في قانون براءة الاختراع. الاختراع هو محل الحماية، وكي نصل إلى وجود هذا الاختراع لابد من إما أن يكون هذا الاختراع جديد، بمعنى لم يتم الكشف عنه، لأن لو تم الكشف عنه وأنا فرحان ككوني مبتكر وأطالب من السوشيال ميديا وأطلب من الإعلاميون يقابلوني بسبب اختراعي، هذا الكشف سيؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم حماية اختراعي، لأن أي كشف عن الاختراع قبل تقديم طلب بالحماية يعتبر هذا الكشف لا يمحو ويؤثر على الحماية، وتكون الحماية منسية، يعني ما في مجال أنك تروح تتعب نفسك وتقدم طلب. لكن القانون بيّن أن لو تم الكشف في ظروف معينة هذا الكشف لن يؤثر في هذه الحالة على عدم الحماية، وإنما يحق له أن يقدم طلبه، بمعنى أن في أوقات كثيرة قد يصير في هاكر على جهازي ويتم الدخول على بيانات اختراعي ويتم نشرها في الإنترنت، فمعناته تم قصب هذه المعلومات ولم يتم الكشف مني وإنما من قبل الغير. هنا إذا كان هذا الكشف من قبل الغير بطريقة تعسفية قبل سنة من تاريخ تقديم الطلب، هنا هذا الكشف لن يكون سلبي وإنما يحق لك أنك تقدم طلبك. أيضاً في تسمعون كثيراً أن اختراعي سجلته بأمريكا ثم سجلته في بريطانيا ثم سجلته في الكويت أو في السعودية أو أي دولة أخرى. هنا إذا تم الكشف عن الاختراع بسبب حمايتي له في دولة أخرى من دول منضمة معي في الاتفاقيات، ثم أريد حماية هذا الاختراع في دولة أخرى، فإن هذا الكشف لن يؤثر على الحماية، وإنما هذه الحماية ستكون مكفولة لك بنصوص القانون. أيضا القانون بيّن لنا أن الاختراع يجب أن يحتوي على خطوة ابتكارية، يعني ذكر لكلمة الابتكار بلفظ صريح. لما ذكر لي كلمة خطوة ابتكارية يعني أن هذه الخطوة الابتكارية يجب أن لا تكون بديهية، يعني القلم على سبيل المثال إنه هو يكتب حبر ناشف ولا حبر سائل، يعني لو أنا بروح أسوي نفس الاختراع راح يكون اختراع بديهي لأن قطاع الأقلام عندهم هذا الأمر. لكن لو كان هذا الاختراع يحتوي على خطوة ابتكارية، يعني لم يسبق للصناعة نفسها الوصول لها، فهنا نكون أمام حماية لهذا الاختراع، وطبعا سيكون معيارا معيار موضوعي ويقاس على الشخص وهو رجل الصناعة العادي من ذات المجال الذي تم الاختراع أو توصل الاختراع له. في الختام أنهي وأقول أن أيضا في ظل وجود قوانين الاختراع نجد أكبر الشركات تهدر هذا الابتكار وتهدر الحماية. منها في مؤخرا صدر حكم ضد شركة أبل بسبب أن شركة أبل قامت باستخدام مجموعة من الاختراعات المحمية لشركة أخرى كوسيلة حماية الرسائل التي تبتعث عن طريق الأجهزة الإلكترونية. استخدمت هذه الاختراعات بدون إذن سابق ووضعتها في أجهزتها وتطبيقاتها على أبل، فتم إصدار حكم بإلزام شركة أبل بدفع 503 مليون دولار للشركة الأخرى. فيجب أن يكون هذا الاحترام ليس فقط من قبل شركات صغرى
لشركات كبرى، وإنما أيضا هذا الاحترام يجب أن يكون من شركات كبرى لشركات منافسة وشركات صغيرة أو متوسطة. وأشكركم على حسن الاستماع، وعذروني على الإطالة. شكرا جزيلا على هذه المحاضرة الهامة دكتورة بشار الغانم، أستاذ مساعد بقسم القانون الدولي جامعة الكويت. هذا وفي نهاية اليوم الأول من فعاليات المحاضرات، إذ نتوجه بجزيل الشكر والتقدير والاحترام للسادة المحاضرين والسادة الحضور والسادة المعلقين على الشات، وإلى اللقاء غدا 7 أبريل في اليوم الثاني من المحاضرات الموازية للمؤتمر الافتراضي الخليجي الثاني في نفس الموعد من 4 مساء إلى 6 مساء على منصة زوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.